السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا حبايبي ومتابعيني في قناتي قناة هالة الشريف، معاكم في كل جديد. إن شاء الله هنعمل مع بعض الخيار المخلل. هو طبعا سهل جدا أنا عارفة، بس ليه تكتيكات وليه حركات وتعملوه يبقى مقرمش معاكي وجميل، عفوا وجميل وحلو قوي، بيقرقش وهتاكلي الخيارة جامدة لغاية آخر واحدة، هما دول اللي فايدين معايا. الخيار بيقعد 3 ايام بالظبط وتاكلي منه زي الفل. ده مش الخيار السريع، ده الخيار العادي. الخيار السريع اللي بيخللوه بميه سخنه بيعمله ده، وريكي بقى طريقته يمسك يخلص معاكي. والخياراية بصي ماسكه نفسها وبتقرش، بصي هقطع لك، وانا ما بقطعش الحته اللي من هنا دي والحته اللي من هنا دي غير في الاخر، غير في الاخر خالص اهي. بس هتاكلي معاكي احلى خيارايه. بصي الخيارايه عامله ازاي، بصي من جوه قلبها عامل ازاي، بتقرقش لاخر واحده وجامده زي ما انت شايفه اهي، وفي منتهى الجمال. ولا قطع منها الحته اللي من هنا ولا من هنا، قطعها قدامكم اهي وما بعملش فيه اكتر منها. هوريكم دلوقتي طريقتي، وخيار طعمه جميل والله، لذيذ جدا، مش هيعلي لك الضغط ولا اي حاجه، وطعمه تحفه تحفه تحفه. بجيب معايا كده درق الميه، بحط معايا، هحط معاكي الرتل ده، ده رتل بالظبط، ده رتل على قد البطرمان، على قد كيلو الخيار اللي انا هخلله. بحط فيه 3 معالق كبار ملح، 3 كبار، مش بقول 3 صغير، 3 مليانين كده لغايه الاخر ماشي. وبعد ما بحط 3 معالق الملح بحط معلقه ملح كبيره، معلقه، بعد ما احط الملح بحط السكر بقى، بحط له معلقتين، دي معلقه صغننه دي بتاعت الشاي، هحط منها معلقتين سكر ماشي. اذا حطيت 3 معالق ملح ومعلقتين سكر، وبحط معايا كمان بعد معلقتين السكر دي بحط معلقه شطه، معلقه شطه اهي، شايفه معلقه شطه معاها، يبقى احلى خيار هتدوقيه ان شاء الله، ملح وشطه وسكر، ما بحطش اكتر من كده في الميه. ملح الملح والسكر والشطه، وبحط شويه صغيرين هحطهم خل، شويه صغيرين هحطهم خل، يعني زي ايه مثلا فنجان صغنون. هوريكي دلوقتي الفنجان قد ايه، فنجان قد ده كده صغنن بتاع القهوه، هتحطيه خل بس، هو ده اللي هتحطيه خل، مش هنحط اكتر من كده. دي الخلطة بتاعتنا اللي بنحطها للمخلل الخيار، وزي ما انت شفتي الخيار دول الاخرانين، الحبة الاخرانين اللي فاضوا مني وريتهم لك ناشفة ازاي ومقرمش ولا مهري ولا طري ولا اي حاجة، بيقرقش لاخر واحدة. واقلب المية زي ما انت شايفة كده، وبحط معاهم بقى في المية دي، انا ببقى بشرة البنجر، بحط البنجر مبشور زي ما انت. بصي هتحطي بقى معلقة بنجر معاكي اهو، تحطي معلقه البنجر، وكمان البنجر مفيد قوي 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 طبعا. ده معلقه ثوم مفروم، معلقه ثوم، عندك ثوم عادي قطعي حتت وحطيها، عندك ثوم مفروم مش هيقول لا، مش هيقول لا. ادي معايا الخلطه عملتها كلها معاكم اهي، والسر في ايه، في معلقه السكر اللي انا بحطها دي، بتبقى بتخلي الخيار زي ما انت شايفه كده مقرمش وجميل. بطرمان صغير انا بعمل ايه، كل 3 ايام 4 ايام بعمل شويه، ما بعملش ايه يعني كميات كتيره، كل 3 4 ايام اروح جايبه الخيار وحطاه كده، واحاول ايه اوقفه كله جنب بعضيه كده. وكل الخيار اللي انت تجيبيه جيبيه كله مقاس صغنن زي اللي انت شايفاه كده، زي ما انت شايفاه كده، المقاس ده حلو قوي. احاول اتنيها كده وادخلها، احلى خيار ان شاء الله هتاكليه. دي مش هياخد اكتر من كده، خلاص نخلي الاتنين دول مش مشكلة. ادي خللت الخيار معاك اهو، ما خدش دقيقتين وهتاكلي احلى خيار وانت في بيتك، لا تجيبي جاهز ولا تجيبي اهو. بصي كده خلص، خلاص البطرمان، اروح عاملة ايه، جايبة الغطا بتاعه، هجيب الغطا واروح مغطيه كده. خلص معايا بطرمان المخلل زي ما انت شايفه اهو، خلص معايا احلى بطرمان مخلل خيار، يومين بالظبط، يومين 3 بالكتير، كلي احلى خيار. ومعاك الخيار اللي استوى اهو،
اللي استوى وده خلص خلاص يعني، هما دول اخر حبة طلعتهم النهاردة اخر حاجة، اروح جايبة اول ما يخلص اروح جايبة. انا بحب مخلل الخيار قوي واللفت، ان شاء الله المرة الجاية هعمل معاك مخلل اللفت. لسه معايا خلطة اهي، هبدأ اعمل في بطرمان زغنطوط تاني، احط الكام واحدة اللي فاضلين دول احطهم في بطرمان زغنطوط، والخلطة معايا جاهزة زي ما انت شايفة، بألف هنا والشفا، وان شاء الله تاكلي احلى خيار مخلل. طريقة سهلة وطريقة بسيطة وجميلة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. متنسونيش في اللايكات واشتراك في القناة وسبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد، وتدوسوا على علامة الجرس وتدوسوا على علامة الكل عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. ومع السلامة، باي باي.